مشاهدينا اهلا بكم. دايما المؤتمرات الصحفيه بتكشف اشياء كتير جدا قبل المباريات الكبيره، واهمها تصريحات المدربين للانديه الكبيره. كارلو انشيلوتي المدير الفني لريال مدريد في المؤتمر الصحفي قبل مباراه رايو فاليكانو صرح مجموعه من التصريحات الهامه والناريه، اتكلم فيها عن رودريجو ورونالدو وعن الصفقات الشتويه للملكي ريال مدريد والصفقات المحتمله والصفقات التي ممكن ان تخرج من الفريق الملكي، وتطرق في حديثه ايضا عن اللاعبين الراحلين. وقال انشيلوتي عدة تصريحات كانت أهمها أن رايو فاليكانو فريق يلعب بشكل منظم جدا وبكثافة شديدة على أرضية ملعبه، لكننا مستعدون للغاية في هذه المباراة، وهنحاول نحقق نتيجة أفضل لأنها الطريقة الوحيدة اللي ممكن نفوز بيها في المباريات. وكمل أنشيلوتي كلامه لما تسأل عن أسينسيو، قال إنه أسينسيو قادر على اللعب في مركزين أو أكتر، وفي المنطقة يمكنه إظهار المزيد من قدراته، وفي المرات التي يلعب فيها مع فالفيردي أظهر انسجام كبير، وهو أمر جيد لنا في المستقبل. وعن موقفه من بنزيما وإصابته أوضح وقال لن يلعب لأنه لا يشعر أنه بخير، وغيابه سمح لنا بإظهار جودة لاعبين آخرين، وفي الجزء الثاني من الموسم سوف نحتاجه بالطبع. رودريجو تطور كمهاجم وليس كجناح لأنه قوي جدا في المساحات الضيقة، ورونالدو الظاهرة لم يحالفه الحظ الذي يحظى به رودريجو الآن مع الريال، ولم يكن ريال مدريد قويا في ذلك الوقت كما هو الحال الآن في دوري الأبطال. تصريح أثار العديد والعديد من الأسئلة والتساؤلات والجدل من كارلو أنشيلوتي. وسئل أيضا حول إيدن هازار وقال السبب في افتقاد أهميته في الفريق، وعلق أنشيلوتي قائلا أن هناك العديد من اللاعبين في الفريق والتنافس كبير للغاية، وعليه أن ينافس بقوة ويعمل على نفسه. واستكمل أنشيلوتي تصريحاته عن التخلص من لاعبين في يناير من ريال مدريد قائلا أن السوق بالنسبة إلينا مغلقا بالنسبة لرحيل أو ضم لاعبين جدد، ولكن إذا طلب لاعب الرحيل فعلينا الجلوس معه والاستماع إليه وإلى شروطه. وعن اعتزال بيكيه قال أنشيلوتي لقد كان أحد أقوى المدافعين في هذه الحقبة، وكان ذكيا ومنظما في الملعب، وأتمنى له الأفضل فيما بعد كرة القدم. وأتم أنشيلوتي حديثه عن قرعة ثمن النهائي في دوري الأبطال قائلا أن المنافسون لنا دائما أقوياء، وهمنا الوحيد هو لقاء الغد مع رايو فاليكانو، وأتمنى أن تقام القرعة بشكل جيد وأن يقع ريال مدريد مع منافس جيد يستطيع أن يتغلب عليه. ريال مدريد ينافس على بطولتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بقوة هذا الموسم، حيث ينتظر الملكي قرعة دوري الأبطال في منتصف الشهر لمعرفة منافسه المحتمل، بينما احتل المركز الثاني في الليغا خلف برشلونة المتصدر بفارق نقطتين.